اللي بيعاني منه او كان بيعاني منه عمرو السولية اللي كلنا طبعا زعلنا علشان اصابته دي، النهارده بيواصل مستمر في مواصله برنامجه التاهيلي للتعافي من الاصابه اللي تعرض ليها في العضله الاماميه. وطبعا دي الاصابه اللي تعرض لها في مباراه مصر الاخيره وفوزنا زي ما قلنا بهدفين. كمان عمرو السولية النهارده جلسه علاج طبيعي وكان في تاهيل في الجيم، وده على هامش مران التمرين النهارده اللي كان الصبح. السولية ربنا يشفيك، واحد من اهم الاعمده الاساسيه اللي بيعتمد عليها فايلر المدير الفني للاهلي وكمان المنتخب الوطني بقياده حسام البدري طبعا. والحقيقه انه كابتن سولية في الموسم ده ادى اداء رائع ومتميز جدا على المستوى الفني وعلى المستوى البدني، واداؤه الحقيقه اتطور بسرعه كبيره جدا وفي وقت برضه قليل جدا. ده صحيح. يعني عمرو السولية من اللعيبه المميزه جدا في فترات سابقه، ويمكن عمرو زاد الحته الفنيه كمان في حته انه بيبقى كمان بيزيد جوه منطقه ال 18، ويمكن دي كانت ناقصه عمرو شويه، لكن هو يعني عنده الجراءه دلوقتي انه يكمل ويخش ال 18 ويشارك وبيلعب بوكس بوكس بشكل اكتر من رائع. لكن طبعا يعني بنقول لعنه الاصابات يعني، لكن عمرو السولية ان شاء الله يكون متواجد في صفوف النادي الاهلي الفتره اللي جايه طبعا لاستكمال المشوار المحلي والمشوار الافريقي.